أعلنت اليوم شركة أدنوك للإمداد والخدمات ذراع الشحن واللوجستيات البحرية المتكاملة لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك وأكبر شركة خدمات لوجستية متكاملة في المنطقة عن توقيع عقد بناء سفينتين جديدتين للغاز الطبيعي المسال بحجم 175 ألف متر مكعب على أن تنضم إلى أصولها في عام 2025، حيث يأتي عقد شراء السفينتين كجزء من استراتيجية أدنوك للإمداد والخدمات للنمو والتوسع وتعزيز مكانتها كشركة شحن بحرية رائدة في الدولة.